مع بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد ومطالب المتظاهرين بالخدمات وفرص العمل في محافظة البصرة التي تعتبر عصب العراق الاقتصادي، برزت تساؤلات كثيرة حول مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد، لا سيما وقوعها بين مطرقة الفساد الذي نخر جسد الدولة منذ سنوات وسندان المتظاهرين في محافظة تصدر أكثر من 95% من النفط العراقي. إذا استمرت هذه الاحتجاجات دون حل ممكن أن يؤثر بطريقتين، أولا ربما بطريقة مباشرة عن طريق تصدير النفط، والطريقة الثانية وهي الأهم في تقديري هو يعني عدم تشجيع الشركات على المجيء إلى هذه المحافظة والاستثمار في الحقل النفطي وهو استثمار كبير وهائل. التظاهر أمام حقول النفط والمنشآت الحيوية يحاول البصريون من خلال هذه الخطوة التأثير على الاقتصاد لخلق نوع من التأثير والاستجابة، لأنهم يعلمون أن محافظتهم هي مركز الاقتصاد العراقي وأي خلل فيها سينعكس على المدن الأخرى. البصرة محافظة غنية بالنفط، كل كيلو متر طلعن بيه 3 بيار، ما أقول لك 4، يلمون فلوس المسؤولين ويأخذون الميناء ماله بالفلوس حسب ما يقولون الكتبة اللي بيه، ها بالشهر يورد 20 مليون دولار كله للمسؤولين للمحافظين والمسؤولين والغيره. ويرى مراقبون أن السبب الرئيس لهذه التظاهرات يكمن في تراكمات الفشل والفساد المالي والإداري الذي عجزت كل الحكومات التي توالت على السلطة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم عن معالجته والحد منه. ويبقى الاقتصاد العراقي يترنح بين مطرقة الفساد وسندان الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة البصرة، والتي يراها مراقبون أنها إذا استمرت سوف تؤدي إلى انهيار الاقتصاد في البلاد. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.